ولفظ الفتنة في كتاب الله كما يقول ابن القيم يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان. الفتنة تطلق ويراد بها الامتحان الذي ينجح صاحبه فيه والامتحان الذي يخفق صاحبه فيه. فمن الأول قوله جل وعلا لموسى وفتناك فتونا لأنه ابتلي ونجح، ومن الثاني وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ألا وقوله ألا في الفتنة سقطوا، ويطلق على ما يتناول الأمرين، يطلق على ما يتناول من ينجح في فتنته وينجو منها، ويطلق على من يخفق في فتنته ويرتكس فيها، كقوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومنه قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك وابتلاؤك تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها.